بإذن الله تعالى. إذن رياضتنا الصباحية كالمحتاج، تدريباتك وصباحاتنا الندية عن صالة الجيم هي تشكل نوع من الرياضات المهمة بالنسبة للشباب السوداني، ولكن نحلم بإذن الله حتى على صعيد هذه الرياضة أن ننال شرف الانتصارات في المحافل الخارجية. نتابع صالة الجيم مشاهدينا، ومن ثم نعود ونواصل ضبطنا المباشر برفقتكم. أول حاجة أنا أحب أعرف المشاهدين عن لعبة بناء الأجسام هي شنو، والمفهوم العام لها شنو. هي تحفيز العضلة، عضلات الجسد على النمو. وذلك بيكون بثلاث عوامل: التمرين والغذاء المناسب والراحة. الراحة بالنسبة للراحة لأنها بتعمل استشفاء للعضلة وكده بالسعيدة بعد ذلك على النمو. طبعا بالنسبة للغذاء عندنا أهم حاجة، لأنه بمثل 70% من شنو؟ من بناء العضلة. 30% بتكون للتمارين والتدريب، التدريب المعين. فالراحة برضو يعني مهمة جدا، لأنه الزول إذا ما نام أقل مثلا من 8 ساعات بتكون في مشكلة بعد ذلك في نمو العضلة وكده. فلازم الراحة مهمة، بعد ذلك الغذاء، لأنه بمثل 70% من بناء العضلة. بنتكلم عموما على التمارين بالنسبة للجيم هنا عموما، فعندنا كذا عضلات، يعني مثلا رجل، الظهر، الكيس، الكتف، تمام. من أهم العضلات في التمارين هنا عندنا اللي هي الظهر، أو من أكبر العضلات حقيقة هي الظهر والأرجل. فالظهر لأنه بيساعد على تقويم العمود الفقري، بيمنع الجسم من الإصابات والحياة الممكن تعيق الإنسان يعني. فنحن الليلة إن شاء الله هنتكلم عن تمرين بكل أنواع ومستويات. طيب، زي ما ذكرنا في البداية إنه تمارين الظهر هي من التمارين المهمة، وهي من العضلات الكبيرة في جسم الإنسان. هي العضلة اللي بتحمي السلسلة الفقرية من الإصابات، فلا بد إن هي الناس دائما لما تجي في بداية التمارين دائما بنحاول نركز عليها هي في البداية، على أساس ما تحصل إصابة للمتدرب. فهي طبعا فيها كذا نوع من التمارين. فأول تمرين فيها اللي هو تمرين القطنية، اللي هو اسمه الديد ليفت. فده هو مسؤول عن الجهة بتاعت اللور باك، عن تقوية اللور باك. فدي الحتة الأكثر إصابات بتحصل فيها دائما، هي منطقة اللور باك. فنحن بنركز عليها هي، ولازم تكون بالطريقة الصحيحة. أهم حاجة هنا لازم المبتدئ، سواء كان مبتدئ أو متمرس، لازم يتمرن التمرين ده بصورة صحيحة تجنبا لأي إصابة. بالنسبة للظهر تاني برضو فيه العضلة، وطبعا عضلات كثيرة جدا، فالعضلة الأمامية والعضلات الوسطى والعضلات الجانبية، فكلها عملنا لها نماذج في الحلقة دي على أساس إنه الناس تشوف وتستفيد وتعرف من التمرين.